بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن ايه هي الحالة التي يجوز فيها تجديد الدعوة من الشرط بعد الأجل المحدد ليه، وهل تجديد الدعوة الأصلية من الشرط ليه تأثير على الدعوة الفرعية بتجدد بالتبعية، ولا لابد أن يتعين الدعوة الفرعية تجدد بمفردها على استقلال، وما هي حالات بطلان قرار شرط بالدعوة نفسه وآثار هذا الشرط وجزاء عدم التجديد في ميعاد، وهل هو دفع وهل هو من النظام العام ولا لا؟ أولا شروط شرط الدعوة. 1 إن يكون المدعي غايب، المدعي رفع القضية، ولو تعدد المدعين وغابوا كلهم برضه يبقى لازم يبقى الغياب كامل. طب لو حضر بعضهم والبعض ما حضرش، إذا كان الموضوع قابل للتجزئة، يعني أنا 4 مدعين كل واحد رفع قضية على حدة في قضية واحدة، ده طلب وده طلب وده طلب، يعني المدعي الأول طلب رصيد إجازات، المدعي التاني طالب مثلا ارباح او رصيد اجازات، فحضر المدعي الاول ما حضرش يبين يشطب بالنسبه ايه، المدعي الاولاني تفضل شغاله بالنسبه له. الشرط الثاني عدم جاهزيه الدعوه للحكم، ان تكون الدعوه مش صالحه للفصل، الدعوه خلاص مستنداتها كملت والدفع فيه وكله، يجوز في الحاله دي المحكمه تفصل تحجز الدعوه للحكم ما تشطبش. تمام. الشرط الثالث ان لو كانت الدعوه جاهزه للحكم لازم المحكمه تسال المدعي عليه في حاله حضوره، انا هحجز طالب تحجز الدعوه الحكم ولا نشطب القضيه، اذا كان المحكمه ليها اتجاه ان هي تشطب الدعوه. طيب ايه هي حالات بطلان قرار الشرط؟ 1 لو كانت الدعوه في مرحله التحقيق، المحكمه حجزت الدعوه الحكم وندبت وقررت حل الدعوه للتحقيق عشان المدعي يثبت او ينفي مسائل معينه، فبتبدا بالمحكمه عضو من الهيئه سواء عضو يمين الدائره او عضو يسار الدائره لمتابعه اجراء التحقيق خلال اجل معين. في المرحلة دي لا يجوز شطب الدعوة، مرحلة التحقيق. وإيه الحكمة هنا؟ إن قرار شطب الدعوة لابد يكون من المحكمة بأجمعها، لكن في مرحلة التحقيق اللي بيدير التحقيق عضو واحد فقط مثلا، في هذه الحالة لا يجوز لعضو التحقيق إن هو يشطب الدعوة، لكن بعد انتهاء التحقيق بيقرر إعادة الدعوة للمرافعة، وفي هذه الحالة لابد أن يتم إعلان المدعي بعد دعوة المرافعة وفي جلسة المرافعة، لو ما حضرش المحكمة تقرر شطب الدعوة. الحالة الثانية لو كانت القضية في الخبر وتم ورد التقرير من الخبر وجات المحكمة في جلسة ورود التقرير لم تلحظ إن المدعي لم يعلن بورود التقرير فشطبت الدعوة، يبقى قرارها شطب، لأن كان يتعين إن أنا لازم أعلن المدعي بقرار بورود التقرير قبل ما أقرر شطب الدعوة. طيب الأمر الثالث إن يكون في خطأ، بمعنى إن جات المحكمة وهي حضر قدامها المدعي وأثبت حضوره ثم أعقبه ظنت المحكمة اللي كان حاضر المدعي عليه مش المدعي فشطبت الدعوة، في الحالة دي يبقى قرار الشطب باطل. طب إيه أثر إن أنا بقى قرار الشطب باطل؟ أنا ممكن أعجل الدعوة في أي بعد حتى لو بعد الميعاد، لأن قرار الشطب باطل مش صحيح. طيب شروط تجديد الدعوة من الشطب إيه؟ طبعا كلنا عارفين إن لابد إن التجديد من الشطب يكون خلال 60 يوم. تمام؟ باخد الإجراء، والشرط الثاني ان لازم اعلن خلال ال 60 يوم. تمام؟ يعني بعمل الاجراءين مع بعض، تاخذ اجراءات التجديد في قلم الكتام، والامر الثاني ان انا باخد الاعلان وبروح اعلن بيه في قلم المحضرين. طيب ايه اثر بقى شطب الدعوه الاصليه لو انا عندي الدعوه كانت عباره عن دعوه اصليه ودعوه فرعيه؟ المحكمه راحت مقرره شطب الدعوه، فجاء المدعي في الدعوه الاصليه جدد دعوته من الشطب. ايه موقف الدعوه الفرعيه اللي اقامها المدعي عليه؟ احنا بنبص هنا هل في استقلال تام للدعوة الفرعية عن الدعوة الأصلية، أم إن الدعوة الفرعية هنا عبارة عن موضوع دفاع في الدعوة الأصلية. تمام؟ أو فكرة إن يبقى عندي دعوة منضمة أو دعوة ضامة، فجت المحكمة شطبت الدعوة الأصلية والدعوة كانت معاها دعوة منضمة. لو هنا الدعوة الفرعية بتتجدد تلقائيا مع الدعوة الأصلية. الدعوة المنضمة لو كانت الدعوة مستقلة تمام ولها استقلالية تامة لابد إن هو برضه المدعي في دعوة منضمة يجدد الدعوة من الشرط. طيب ايه هو الجزاء المترتب لو انا ما اتخذتش الاجراء ده؟ طبعا الجزاء معروف وهو اعتبار الدعوة كأن لم تكن. طبعا اعتبار الدعوة كأن لم تكن لو المحكمة قضت باعتبار الدعوة كأن لم تكن بيبقى الدعوة كأنها ما اترفعتش، فكل الآثار اللي موجودة قبل الدعوة بتنقضي، يعني لو كان في اجراء بسقوط او كان في مدة تقادم او فخدت، فالاجراء اللي كانت وقفته تلك الدعوة زائد بسطور حكم اعتبار الدعوه كأن لم تكن، لكن الشطب لوحده لا يخلي كل الاجراءات زي ما هي، لكن لابد ان يصدر حكم باعتبار الدعوه كأن لم تكن.
طيب في حالة تانية، لو الدعوة كانت اتشطبت مرتين، يعني المدعي حضر ما حضرش، جاء بعديها بجلسة أو اتنين راحت المحكمة، المدعي ما حضرش تاني، في الحالة دي المحكمة هتحجزها الحكم وتدي اعتبار كأن لم تكن، إلا في حالة واحدة. إيه هي؟ لو كان المدعي اللي حضر هو المدعي الأصلي، المدعي نفسه والمدعي اللي أقام الدعوة وشطبت الدعوة منه، لكن تم تجديد الدعوة من الشطب وتوفى المدعي وكمل سير الدعوة ورثته، فجاء الورثة ما كم حصل عندهم موقف وما حضرش الجلسة، في الحالة دي ما تاخدش رغم انها اتشطبت مرتين، مرة من المدعي مرة من ورثته، في هذه الحالة تاخد أكن لم تكن، المحكمة تديله للورثة، ده حكم أكن ناقض بيتكلم عن الأمر ده. تالت حاجة إن الدفع باعتبار الدعوة أكن لم تكن دفع شكلي، يعني يجي في حالة الشطب المرة الأولى وعدم الإعلان بالتجديد من الشطب أو التجديد بعد الميعاد، يتمسك المدعي عليه باعتبار الدعوة أكن لم تكن، وده دافع شكلي يتعين أن يتمسك به قبل الفصل، قبل التحدث في الموضوع. طيب في حاجة تانية برضو بالنسبة للشطب مرتين، لو المدعي ما حضرش نفسه، جاء المدعي بعدها بجلسة تانية برضو ما حضرش في المحكمة تقضي باعتبار الدعوة كلام. في أحكام نقض كتير عن الكلام دوت.